انتخابات، حنا كنظنوا هذه الانتخابات وفي صالح المجتمع، ان اصوات محتاجه لها الدوله. ومن ناحيه كنبغينا زعما شويه تشبيب يكونوا الشباب يهضروا شويه على الناس ويهضروا على المواطنين، الناس اللي دازوا من قبل الله يجعل البركه، يرفعوا القبعه ويخلوا الشباب يتحركوا ويخدموا شويه. وبالنسبه للانتخابات راه كتبان لي الامور مزيانه لحد الان، راه مزيانه. المهم المده ديالها راه دوزاتها مزيانه، الله يجعل البركه. حنا ما غاديش نذكروا الخير ديالها، ولكن الا كاين شي جديد وكاين شي حاجه جديده ما كرهناهاش. وحنا كننصحوا المواطنين باش يصوتوا لا في صالحنا، الصويت ديالهم باش غادي نزيدوا القدام، لان لما صوتوش هاي ما غاديش نزيدوا القدام. لان التصويت ديال هاد الناس وهاد الشباب هادو خصهم يصوتوا، انما خصهم يعرفوا على من غادي يصوتوا، وخصهم شباب اللي يكونوا في المستوى، الناس اللي هي واعيه اللي خصها تزيد بالبلاد وتعاون سيدنا الله ينصرو، لانه هو عطاه واحد القيمه لهاد البلاد، وعطاها فرصه وعطاها بزاف ديال الحوايج، وزاد بها القدام بين الناس اللي تعاونوا معاه ويخدموا معاه ويكونوا ناس مزيانين وناس شرفاء في هاد البلاد هذه، بين الناس شرفاء في هاد البلاد هذه. انا ما صوتش، نقول لك علاش، حيت انت كاع صوتت ما غتستافد حتى شي حاجه، هما اللي غادي يستافدوا، فهمتش؟ غتخطى غتمشي غتنتخب غنهما ولادهم غادي يقراوا ويكونوا بخير الفيل، لا كلشي غياكلوا ويشربوا وحنايا والو، فهمتش؟ هادشي اللي كاين ما عمرني ماشي ما كيقنعونيش، كيشفروا الشعب اخي، والو هنايا غير معدينا الشعب وصافي، هذا مكان اخويا. لا اله الا الله محمد رسول الله، هادشي اللي كاين. المهم انا ما عمرني ما انتخبتش وما عمرني غادي نصوت. بالنسبه للتصويت الانتخابات اللي كاينه لا تجري في المغرب، واش غنقول لك؟ وعود كاين وعود، ولكن كامله كاذبه، ما كاينش شي حاجه والو. حنا وما نكذبوش على راسنا، ما شفنا منهم والو حتى حاجه. يعني حنا بغينا شي رؤساء، بغينا شي مجالس، الا كانت شي حاجه يبينوا لينا، فهمتيني؟ يبينوا للشباب، راه الشباب اش يضيع صح؟ لا تيرانات، لا تكوين مهني، لا تلعبه، اش يضيعوا في البشر؟ وهذا الشيء اللي نقول لك اصحابي، فهمتيني؟ بغينا شي احزاب يوقفوا مع الشباب، ما بغيناش الشيبانيين يبقاو هما اللي حاكمينا، فهمتيني؟ بغينا شباب، حتى حنا نصوتوا على الشباب، علاش لا؟ وحنا ديما كنصوتوا على من كنصوتوا. والو اصحابي، ندويو لوجيك، لغه الشارع، فهمتيني؟ بغى بنادم يسمع هو هذاك، ما بغاش شغل هو هذاك. انا تنقول داك الشيء اللي كنفهم واللي عارف،